اخيرا خلصنا. قصدك التنينه؟ شو هذا؟ ورق فيلم جديد. بيسرعه؟ عجبني السيناريو قوي. ومضيتي؟ لا ما مضيتش، بس مبدئيا وافقت ان انا اخرجه. برافو، الف مبروك. هو ايه اللي برافو الف مبروك؟ مش لما تقرا؟ بصفتي شو بدي اقرا؟ بصفتي شو اني اقرا؟ تقريبا يعني، على اساس ان انا لو كنت المخرجه اعتقد ان بصفتك هتكون البطل. بدك يعني عيد التجربه مره ثانيه عن جد؟ وليه لا؟ مش نجحت التجربه الاولى؟ بعدين انا شايفه ان انا وانت بصراحه برضو تقريبا بنشكل ثنائي ناجح. بشو؟ بالشغل. صحيح بالمناسبة. أنا بدي أسألك سؤال سألتيني إياه كثير، صار لازم أنا أسألك إياه. أني سؤال؟ شو أكثر مخاوفك؟ هو إيه الغلاسة اللي أنت فيها؟ ده سؤال؟ عجد عجد، شو أكثر شيء بخوفك؟ أكثر شيء بيخوفني الفراق. أنا بقالي 17 سنة مفيش راجل في حياتي، وبخاف حد يقرب مني لا اتعلق بيه، واصحى الصبح فجأة ملاقوش قدامي. بس كلهم بيختفوا فجأة من غير مبررات. اوكي، خلينا نفترض انك انت فقتي الصبح بيوم من الايام وما لقيتيني موجود، شو بتعملي؟ انا قتلك. لا انا ما بهرجش. لا عنجد شو؟ لا ما بهرجش. شو بتعملي؟ بجد هقتلك. ما في داعي تحطي روج على شفافي. لا تصيري مراحل وقتي، بكفي انك تحكي. على فكرة كلمة بحبك لو قلتيها كانت أحلى بكتير من إنك تكتبيها. أكتبها إزاي يعني؟ مش فاهمة. مش فاهمة؟ مش فاهمة. الرسالة اللي كانت محطوطة بجيبتي مكتوب عليها بحبك. هو أنت جرب مخك حاجة ولا سكرت؟ بعدين يا أستاذ أنا مش بتاعت حركة العيال دي. والله؟ طيب الحقيقة أنا أول ما قريت الجملة حسيت إنه ما أنا حركاتك يعني، بس حبيتها. طب مين يا أستاذ اللي كتبت لك بحبك في اللوكيشن؟ ما بيهمني أعرف مين، اللي بيهمني إنه إحساسي قال لي إنه أنتِ.